بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أيها المبارك لقاء متجدد فيما نعرض له من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ضمن هذه الدروس واللقاءات التي تقام في مسجد أحمد بن طولون في مدينة القاهرة. ما مر معنا من أسماء ضمن برنامجنا هو الله، كان أكثره أو كله صرح القرآن به. أما اليوم فنحن مع اسمين كريمين من أسماء الله الحسنى لم ترد صريحة في القرآن، لكنهما وردا صريحا في السنة. ومعلوم أن المؤمن يفي ومرجعه الأول والأخير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا تحرير ذلك القواعد ضمن اللقاءات التي سلفت. الاسمان الكريمان هما المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر. فالله جل وعلا هو المقدم، والله جل وعلا هو المؤخر، فالجمع بينهما هو الذي دلت عليه السنة، ولا يحفظ أن هناك حديثا فرق ما بين هذين الاسمين الكريمين. هذا أولا. الأمر الثاني، يجب أن نستصحب أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى هذا فالله تبارك وتعالى يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وحتى يتسنى لنا فقه معنى هذين الاسمين فلنتأمل. ثمة خلق مقدم خلقا ورتبة، وثمة خلق مقدم خلقا مؤخر رتبة، مقدم خلقا مؤخر الرتبة، وثمة خلق مقدم الرتبة مؤخرا أو مؤخر خلقا وإبداعا. وبالأمثلة يتضح الحال. فالعرش مثلا والكرسي والقلم، هذه مخلوقات خلقت مقدمة، والملائكة قبل خلق الإنسان، قبل خلق الجان، ومع ذلك مع تقدم خلقها جمعت إلى ذلك علو المرتبة وشرف المنزلة. فالعرش سقف المخلوقات، والكرسي عظيم، والقلم كذلك، وكلها مذكورة فضلا في الكتاب والسنة. الضرب الثاني، ما تقدم خلقا وتأخر رتبة بقدر الله، كإبليس. فإبليس مقدم خلقه، على الأقل قبل أن يخلق آدم خلق إبليس، لكن إبليس مؤخر جدا مرتبة، بل هو في آخر الرتب، وهو مقدم أهل النار، وكفاه خزيا أن الله قال له أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، رغم أنه مقدم الخلق. وقد يكون الخلق والإبداع مؤخرا، لكن ذلك الذي خلق مؤخرا نال مرتبة مقدمة جدا، ولا يتضح المثال مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أظهره الله جل وعلا كخاتم للأنبياء، أتم الله به النبوات، ختم الله به الرسالات، فهو من حيث الخلق مؤخر صلى الله عليه وسلم قياسا إلى غيره من أنبياء والرسل ومن كثير من المخلوقات. لكنه صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى وفي الذروة من أنبياء الله ورسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبالتالي على الخلق كلهم. فهو عليه الصلاة والسلام وإن أخر خلقه إلا أنه عليه الصلاة والسلام مقدم أيما تقديم رتبة. هذا من حيث التفصيل. إذا فئنا للإجمال وعكسنا الوضع
نجد أن الرب تبارك وتعالى قدر قبل أن يخلق، قدر قبل أن يخلق، فقدم المقادير على الخلق سبحانه وبحمده يفعل ما يشاء. كما أنه تبارك وتعالى فضلا منه قدم أولياءه على سائر عبيده، قدم أولياءه على سائر عبيده، وقال وقوله الحق ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يدخل فيها ويندرج في المعنى الخلق الأول وتتابع الأمم بحسب ظهورهم ونشأتهم وخلقهم، ويظهر فيها تقديم أهل الإيمان وتأخير أهل الكفر، فهذا كله مندرج في معنى أو دلالة الاسمين العظيمين، أن الله جل وعلا هو المقدم وهو المؤخر، مع استصحاب كما قلت أن الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. نحن معشر المؤمنين يجب أن نتعامل مع ما قدمه الله وما ما أخره الله عبادة، بمعنى أننا نتعبد الله بتقديم من قدمه الله وبتأخير من أخره الله. فنحن عندما نتعامل مع الناس الأحياء من حولنا لا يمكن أن نقدم حق أحد على حق والدينا، لأن الله جل وعلا قدم حق الوالدين، أن اشكر لي أي بالعبادة، ولوالديك أي ببرهما. فإذا اجتمع حق الوالد وحق الوالدة قدمنا حق الوالدة، قدمنا حق الوالدة، لأن الشرع قدم حق الوالدة. قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فهذا من تقديم ما قدمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لما فرغ من طواف القدوم في حجة الوداع أتى الصفا، الصفا والمروة جبلان بينهما شرع السعي، فلما هم صلى الله عليه وسلم وخرج من باب من الباب إلى الصفا، قبل أن يصعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتأمل أيها المبارك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من قدمه الله، قدم ما قدمه الله وهو هنا جبل الصفا. فهذا كله يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوخى أن يقدم ما قدمه الله، ونحن مأمورون باتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا عدنا إلى الحديث عن هذين الاسمين العظيمين وكل ذلك مندرج فيه، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا يمكن لنا أن يقع في قلوبنا مثقال ذرة أن الله جل وعلا يظلم أحد. كما قلنا في الأول، من قدمه الله قدمه الله بفضله، والله يؤتي ملكه من يأتي فضله من يشاء، ومن أخره الله جل وعلا فهو بعدل من الرب تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وقد سبقت كلمة الله أن يقدم الله جل وعلا أولياءه المتقين وعباده الصالحين على سائر خلقه، فالطريق إلى أن نقدم أن نسعى في صلاح أنفسنا وتزكية أعمالنا والسمو بأفعالنا الخيرة نحو رضوان الرب تبارك وتعالى، حتى نكون مقدمين عند ربنا جل وعلا. وهذا العمل منا إنما هو فضل من الله وتقديم من الله لمن وفقه الله جل وعلا لهذا العمل. أما الذين حقت عليهم كلمة العذاب وأخروا، فأخروا بعدل من الله، فأخروا بعدل من الله، والله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، قدم من يشاء وأخر من يشاء، فهو تبارك وتعالى المقدم وهو تبارك وتعالى المؤخر. وهذا حتى في حياتنا العامة ونظرتنا إلى الكون من حولنا يجد الإنسان فيه آثار ودلائل وبراهين قدرة الرب تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فتأمل أن الليل والنهار يتعاقبان، ومع ذلك قال العلماء إن الأصل أن الليل مقدم على النهار، واحتجوا بأن الله جل وعلا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فأخبر جل وعلا أن الأصل هو الليل على هذا التفسير للآية. فمن الذي قدمه؟ قدمه الرب تبارك وتعالى، وإن كان لا يظهر لنا أن هناك في تقديما في الرتبة إلا ما ورد من أحاديث من أن جوف الليل الآخر مناط ومحل لأشرف العبادات ألا وهي الصلاة. كما أننا إذا تأملنا من حولنا من الخلق
ممن قدمهم الله جل وعلا وأخرهم، فنتأمل فنعلم أن التقديم إنما يكون بفضل من الله محض. حتى أولئك الذين قدموا، قدموا لسريرة في أنفسهم. فموسى عليه الصلاة والسلام أصغر من هارون، وهارون أكبر منه، لكن موسى معدود في أولي الرسل، في أولي العزم من الرسل، بخلاف أخيه هارون. ولا يقدح هذا في منزلة هارون، لكن هذا فضل من الله جل وعلا محض. أتاه الله جل وعلا كليمه وصفيه موسى، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ترى هناك أسبابا ظاهرة يؤخر من أجلها العبد، وأعظم ذلك والعياذ بالله الشرك، فإن الشرك أعظم الذنوب قطعا، لا يقبل الله جل وعلا من صاحبه صرفا ولا عدلا. فمن أخرهم الله جل وعلا لشركهم أخرهم بقدره وعدلا منه، لأن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الرب تبارك وتعالى. فمهما على قدر الإنسان عند الناس، إن كان مشركا فهو مؤخر عند الله. ولهذا ينبغي أن يكون المعيار الذي ننظر إليه إلى الناس أن يكون مستنبطا مقتبسا من كلام كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فمثل هذا مؤخر عند الخلق، بعيد عنهم، لكنه مقدم محتفى به في الملكوت الأعلى، مقدم محتفى به في الملكوت الأعلى، مجاب الدعوة. وهذا من تقديم الله جل وعلا له. ولهذا تعلم أن المقاييس الدنيوية تختلف اختلافا كثيرا عن المقاييس الشرعية. فالناس لهم الظاهر، لهم الجاه، لهم المنصب، لهم المال، لهم النفوذ. أما عند الله جل وعلا فإن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع ذلك نقول ونلح على أن القضية كلها فضل من الله محض. فأنبياء الله ورسله جميعا بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته، ويوم القيامة يكون هناك درجة يقال لها الوسيلة. هذه الدرجة دل الشرع على أنها لا تتسع لاثنين، فلما تأتي الشفاعة العظمى يتدافعها الأنبياء: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وقبلهم آدم، حتى تنيخ مطاياها بقدر الله وفضله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فقول عليه الصلاة والسلام: إلا لعبد، أي لا تتسع الاثنين، وأعطاها الله وقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الاسمين الكريمين المقدم والمؤخر. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.